السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصدقائي، يا رب تكونوا دايما بخير. لقاء جديد واسعار الدولار والعملات ليوم الخميس 23/5/2024 من قناة انا وحياتي. اهلا وسهلا بكم اخواتي، بتمنى من ربنا لكم الخير كله يا رب العالمين. اولا اسعار الدولار والعملات، لكن فضلا وليس امرا، اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. اولا اسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية ليوم الخميس 23/5/2024. الجنيه الاسترليني 59 جنيه 41 قرش، الدينار الليبي 9 جنيه 65 قرش، الدينار البحريني 123 جنيه 87 قرش، الريال العماني 121 جنيه 29 قرش، سعر الدينار الأردني في البنوك اليوم 65 جنيه 84 قرش، سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم 152 جنيه 6 قروش، سعر الريال القطري في البنوك اليوم 12 جنيه 82 قرش، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم 12 جنيه 71 قرش، سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 12 جنيه 44 قرش، سعر اليورو 50 جنيه 64 قرش، سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم 46 جنيه 67 قرش. أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء اليوم: سعر الدينار الكويتي 157 جنيه 44 قرش، سعر الريال القطري 13 جنيه 5 قروش، سعر الدرهم الإماراتي 12 جنيه 94 قرش، سعر الريال السعودي 12 جنيه 68 قرش، سعر اليورو 51 جنيه 26 قرش، سعر الدولار الأمريكي الشراء سجل 48 جنيه 81 قرش، والبيع سجل 49 جنيه 4 قروش. بشكركم اخواتي، بتمنى لحضراتكم كل الخير، السلام عليكم.